صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يرد على من يقول إن الصلاة عند القبور جائزة، ويستدل على ذلك بصلاة عائشة رضي الله تعالى عنها في بيتها؟ ما هو بيتها، ما هو قبور ولا مقبرة، بيت عائشة دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم محافظة عليه من الغلو، وله مقبرة. نعم، هذا من المغالطة. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. تروح عند القبر وتصلي عند قبر الرسول، صلي في بيتها، في ناحية بيتها. نعم.